وشوشة. اخر حاجه عملتها كانت هاملت، كانت في المسرح القومي، وكان المفروض اعمل يعني كان في تجارب تانية كان المفروض اعملها في الفتره اللي فاتت، بس ما الوقت وتفاصيل التصوير والكلام ده يعني ما ظبطتش. بحب المسرح جدا، ولما تتوفر ظروف الوقت اكيد هبقى يعني اكيد مش هتردد يعني. وثانيا الكلام في فكره الثقافه والهويه المصريه خلال 40 سنة وأكثر من شخصية، دي كلها عوامل جذب يعني. مختلف مش منفصل عن موضوعها نفسه يعني موضوع المسرحية لما إن شاء الله تحضروا النهاردة هتلاقي إنه الاسم طالع من جوه الموضوع. لا الرسالة دي بتختلف باختلاف المتلقي، مفيش حد صانع لحاجة وأنا مش صانع، أنا جزء من العمل. الصناع هم المؤلف والمخرج أنت عارفة، بس الرسالة بتختلف باختلاف المتلقي وباختلاف ثقافته وباختلاف حتى باختلاف حالته النفسية. إنما إن أنا أقول لك رسالة ده حجر عليكي أولا، وده في 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 تلخيص كده متعسف للي بيتقدم على الحشو. كل اللي بيحصل ده بيحصل بنوازع ودوافع شخصية يعني وعزم شخصي للناس اللي عايزين يعملوا مسرح. إنما لا إحنا عندنا مشكلة طبعا كبيرة في المسرح، ولو قلت غير كده بقى بجامل يعني. عندنا مشاكل في التمويل، عندنا مشاكل في الأسقف، عندنا مشاكل في الهيكل الإداري، عندنا مشاكل في حاجات كتير طبعا جدا يعني. لو إحنا بنتكلم في المسرح اللي إحنا عايزين نعمله أو اللي إحنا بنطمح له يعني، مفيش حاجة اسمها مسرح فضائيات يعني. لو قلنا مسرح فضائيات ده معناه ان احنا بنقول ان السينما هي اللي حضرتك بتتفرجي عليها على الشاشه بتاعه التلفزيون في الليفنج بتاع حضرتك وانت قاعده على الكنبه، دي مش السينما، هي نفس الحكاية. ما فيش حاجة اسمها مسرح فضائيات. مسرح ده يعني حضرتك بتيجي وبتقفي بنازلة مخصوص عشان تتفرج على المسرحية دي، وبتخشي جوه القاعة دي وبتحترمي الفضاء المسرحي ده، وبتبقي جاية وانت عايزة تتفرجي على المسرح. هو ده فكرة المنافسة بين القطاع الخاص والقطاع العام. ياريت يرجع تاني قطاع خاص زي زمان، اللي هو القطاع الخاص اللي كان فيه أوقات كان فيه مسارح 6 و7 مسارح فاتحين قطاع خاص، وفي نفس الوقت فيه 10 و15 مسرحية شغالين تبع البيت الفني للمسرح. ياريت، لأن المنافسة دي بتخلق في الآخر خالص بتخلق منتج يعوض عن غياب المسرح. طبعاً أنا مش راضي عن دعاية بتاعت المسرحية، ولا أخفيك سراً أنه أصلاً ما فيش دعاية المسرحية ده مبدئياً، بس عشان الكلام يبقى واضح. بس في الاخر انا فكره تطور اساليب الدعايه، ما هو ده دي 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 عجله الحداثه او عجله يعني، هو الحكايه ماشيه كده. فلو ما طورناش اساليب الدعايه مش هيبقى في دعايه خالص. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org